فوق الخط الاحمر مع مقداد لحميدان. احبتي المشاهدين الكرام اينما كنتم اسعد الله مساءكم بكل خير اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده فوق الخط الاحمر العبادي في طوكيو ولربما شركه تويوتا نستبدلها مكان السايبه يعني هكذا الامال وايضا عبر السيد العبادي من طوكيو عن امله بتحقيق فرص استثماريه فعليه. في العراق وفي جميع المحافظات العراقية أبعاد هذه الزيارة وأيضا ثم أنتقل إلى الملف الانتخابي بعد ذلك مع ضيفي الدكتور حسين الكاظمي المحلل السياسي دكتور حسين مرحبا بك أهلا وسهلا بك سيد الكريم حياك الله دكتور حسين ايش رايك راح نبدل خلاص نعوف السايبه اللي غزت الشارع العراقي وممكن تجي شركه تويوتا بمكانها يعني هذا يعني هذا بالسيد العبادي كيف تقرا الواقع تفضل في البدايه احييك سيد الكريم واحيي كل أكل. متابعي ومشاهدي قناتكم الفضائيه ونحن نطل من خلالها لكي نعبر ولكي نقرا المشهد العراقي ولا سيما الزياره الاخيره التي قام بها دوله رئيس الوزراء نعم اليوم الكلام الذي انطلق والخطاب الذي انطلق والمغازله التي تكلم بها السيد العبادي تحمل معاني كثيره جدا من جمله هذه المعاني انه وجود انفتاح عراقي عالمي ولا سيما على اليابان لان اليابان تمثل كل الابعاد ولا سيما بعد الصناعه، بعد التطور، الاستثمار وغير ذلك، ولهذا اليوم هناك نظره مستقبليه، وهناك نظره ايجابيه ان الوجود الياباني على صعيد الاستثمار و ايضا الصناعه والزراعه ولعله ياخذ يخ معاني كثيره جدا له انتشار سوف يكون بالقريب العاجل على الساحه العراقية، ولهذا اليوم نجد أن هناك تغير حال من حال إلى حال آخر وهو ماذا الذي نسمي بالإصلاح ولهذا اليوم كما قلت سيد الكريم تتحول القضية من السيارة السائبة إلى السيارة اليابانية التي كانت ولا زالت تمثل الماركة الأولى في العراق يعني أنت متفائل أستاذ حسين لحظة عفوا الصوت أنت متفائل يعني من هذا الموضوع أكيد التفاؤل واضح جدا ولهذا كل الخطوات التي قام بها دوله رئيس الوزراء والذي يقرا والذي يتابع المشهد العراقي ولا سيما حينما يستقبل الوفد العراقي بقياده رئيس الوزراء ووجود الاعلام العراقيه في طوكيو هذا يدل على شيء انما يدل على وجود علاقه وثيقه وانفتاح ياباني عراقي عراقي ياباني ايضا وجود الدبلوماسيه التي لعبت دورا مهما في توطيد العلاقه مع جميع جميل الدول ولا سيما طوكيو جميل انت ذكرت قلت انفتاح عراقي عالمي اذا طرقنا ممكن ان يعني فتره السيد العبادي ممكن ان توصف بانها من الفترات الذهبيه بالعلاقات او بالانفتاح العربي العراقي اولا ومن ثم الانفتاح العالمي العراقي ما اعرف هم انفتحوا علينا واحنا انفتحنا عليهم كيف تصف هذه المرحله يعني اذا سمحت لي سيد الكريم اليوم المرحلة الحاكمة والسلطة الحاكمة والمشهد والمراحل التي وصل بها العراق جعلت هذه المرحلة هو تطور في الوعي السياسي هذا الوعي السياسي فيه رجال تلعب من خلف الكواليس وصح التعبير أو وجود الدبلوماسية العراقية التي ظهرت والعلاقات والشخوص الذين كان لهم دور بارز في قضية تعزيز العلاقة او اعادة العراق الى المربع الاول الا وهو حاضنة الامة العربية ولهذا اليوم حينما نريد ان نقرا مثلا العلاقات العراقية السعودية هناك نقلة واقعية جدا هناك تقارب هناك مواقف هناك دعم من المحيط العربي ولا سيما السعودية مثلا وخير دليل على ذلك الموقف العربي الذي رفض قضية التقسيم وقضية الاستفتاء الذي جرى في الاقليم، هذا ان على شيء، انما يدل على ان هناك علاقات قويه جدا وقراءه للمشهد العراقي وللعقليه السياسيه ولا سيما حينما يكون هذا الانفتاح دليل على ان هناك بعدا عراقيا وعقلا ايديولوجيا يمثل البعد الانفتاحي ولهذا اليوم ليس غريبا على العراق ان تنفتح كل العلاقات وينفتح العراق سواء كان على المحيط القريب او على المحيط الرغبه البعيد. عراقيه ام الرغبه عربيه كانت؟ أنا أقول يعني انتصار العراق على داعش جعل الدول هي من ترغب بالانفتاح عليه يعني أنا بحسب بأني متابع ومراقب ومحلل للمشهد وللدراما العراقية والعربية والعالمية أقول كل الأطراف عملوا في إذابة الجليد سواء الذي كان اختلاف أو تقاطع وما إلى ذلك ولهذا هناك عوامل عديدة ساعدت أخي الكريم ولا سيما الكل يشهد بهذه القضية هناك عوامل عديدة ساعدت على هذا التقارب من جملة العوامل مثلا المحيط العربي استخدم كثيرا من الأساليب ومن المواقع واستخدم كثيرا من الوساطة كل هذه الأمور أجلبت الويل والثبور على تلك الدول. ولا سيما العراق أيضا حينما تقاطع مع مثلا مع الدولة الفلانية أو مع الدولة الفلانية أو غير ذلك واستخدم بعض الأمور وبعض الشخصيات مع الشديد الأسف كما صرح بذلك السيد الأعرجي حينما قال كانت هناك وساطة بين الطرفين ومع شديد الأسف الوساطة لم تكن بالمستوى المطلوب إذا هي لم تكن تريد ماذا التقارب بين الطرفين إنما حاولت الابتعاد بين الطرفين. لا هاي يعني صارت بها مشكلة موضوع. تصريح معالي وزير الداخلية مع الوساطة يعني نفى الجانب السعودي لم يؤكد الجانب العراقي هذا الموضوع بقى, بقى هذا الموضوع محير يعني ما نعتمد عليه في الرواية عفوا هناك عمل وهناك منظومة عاملة تعمل ما خلف الكواليس ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما وصل إليه التحليل السياسي هو يصل إلى مرحلة الدقة هناك عوامل عديدة جدا ومن ضمن ذلك وجود البيت الابيض الذي لعب ايضا دورا في هذه القضيه في التقارب، وجود الدبلوماسيه ووجود السيد العبادي او وجود انه الوعي السياسي او البعد الحكومي انه يريد ان يغير اللعب في الاوراق ويريد ماذا ان يتقرب اكثر ويبتعد اكثر، ولهذا حتى على كثير من الجوانب، حتى على مستوى الجانب الاعلامي مثلا، اليوم التقارب الذي جرى مثلا مع المحيط العربي هو يريد ماذا؟ ان يعطى رسائل متعدده جدا ولهذا ان دل على شيء انما يدل على ان هناك قراءة مغايرة جدا عن المشاهد السابقة وانا اقول بتعبير اخر هناك درامة استطاعت ان تصل بالمشهد الى هذه القضية من المخرج؟ المخرج كثيرة من الشخصيات التي هي بعيدة عن لعلها عن الكاميرا وعن الساحة من ولكن انا قلت من ثنايا الكلام قلت انه المشهد او صاحب هذه الدراما البيت الابيض السعودية الحكومه العراقيه لانها استخدمت او لانها ابتعدت فوجدت ان هذا الابتعاد لا يخدم العراق، يعني مثلا حينما يبتعد العراق عن الخليج العربي، ماذا تكون النتيجه؟ علما ان العراق هو يمثل خاصره الخليج العربي، اذا اضافه الى هناك موقف اخر وهناك دراما اخرى لعلها تلعبها الدراما العراقيه هنا الابتعاد من ساحه ايران والتحول الى المحيط العربي لان المحيط العربي لعله يكون اكثر صدا واكثر فاعليه من المحيط الايراني او او الورقه الايرانيه وهناك عوامل عديده جدا كما هو معلوم وكما هو معروف في علم السياسه المحيط العربي يعني اقوى برايك اكثر نفعا من المحيط سواء المحيط الايراني او المحيط التركي ممكن ان نقول يا سيدي الكريم كل دولة م. تريد أن تبني وتريد أن تدافع عن المنظومة ولا سيما البعد القومي م. وحتى في قضية وموضوعة الأمن والموضوعة الأخرى لا بد ماذا أن تتعامل مع الكل نحن اليوم يعني اسمح لي أنا لست ناطقا باسم الحكومة ولكن كمراقب ولا أريد أن أتكلم بالرأي الخاص أو التوجه الخاص ولكن أقول الحكومة العراقية تستطيع أو تريد أن تلعب مع الجميع من أجل ماذا مصلحة العراق وهذا مقبول جداً سواء كان في علم السياسة، في علم المصالح، في علم بناء الدولة. اليوم إذا كان اللعب مع السعودية مثمر إذا لا إشكال ولا ريب مع إيران، مع الولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك. ولهذا اليوم كل التصريحات تعطي رمزيه جميله جدا نحن مع جميع الدول ولكن بشرط عدم التدخل بالسياسه او بالسياده العراقيه اضافه نحن نريد ان تكون لنا كل العلاقات ايجابيه سواء كان مع ايران مع السعوديه وغير ذلك وايضا العراق اسمح لي تدخل سواء كان بالمباشر او غير المباشر في كثير من القضايا والتوسط لكثير من القضايا ولهذا اسمح لي حتى موقف ايران حينما نريد ان نقرا القضيه وتكون هذه التصريحات وهذا الموقف في المختبر وفي التحليل العلمي والسياسي والمطبخ السياسي بتعبير ادق نجد ان هناك قراءه وهناك بعد وهناك قراءه مغايره جدا واستراتيجيه قادمه للمرحله القادمه من, من قبل ايران تجاه السعوديه ولهذا حينما قالت السعوديه انها تريد ان تدا عفوا حينما قالت ايران انها تريد أن مثلا تدافع عن السعوديه وغير ذلك وهذا غزل سياسي هدفه ماذا التقارب في وجهات النظر ستنجح الوساطه العراقيه برايك آه يعني في في الصلح بين العراق وبين ايران والسعوديه بكلمه مختصره ولكن فيها انطوى العالم الاكبر العراق يمثل بطل لتلك الدراما ها جميل طيب هسه بعد صار انفتاحنا عالمي مثل ما ذكرت بالبدايه والسيد رئيس الوزراء الى الى اليابان طبعا، لكن ما تعتقد ان كانت زياره رئيس الوزراء يعني تفاجئنا ان السيد رئيس الوزراء سيغادر الى اليابان او غادر الى اليابان. مو كانت مفاجئه مو من ترتيب مسبق اعتقد يعني خلال الايام القليله قبل سفرك كان الترتيب ماذا سنخرج سنستفيد فعلا من التجربه اليابانيه طبعا وين كان الصوت ويذهب ولكن فهمت ما هو المطلوب. أي. اقول من الذي تفاجئ؟ حتى يكون جوابي بمستوى احنا تفاجئنا كنا العراقيين غير. العراقيين، طبعا اكيد الجانب الحكومي لا يستطيع وايضا يعاب على كل الدول ان تكشف كل الاوراق. هذا واحد، الشيء الثاني لا اشكال ولا ضرر ان كل الاوراق تكون بعضها مخفي وبعضها معلن، وهذه الزياره لا تاتي انه زياره فيها خفايا او فيها صفقات. من تحت الطاولة أو غير ذلك هذه هي بروتوكول وهذه لها إعداد مسبق والدليل هناك وجود عنصر مهم ولاعب مهم جدا هو ماذا السفير الياباني في العراق هذا الرجل استطاع أن يغير المعادلة بأنه ارتدى الزي العربي أو ذهب إلى كثير من الأماكن هذا إن على شيء إنما يدل على أن هناك انفتاح فعلي واقعي من المحيط العالمي والعربي والإقليمي. إحنا الانفتاح عادي لا. دكتور الانفتاح ما عندنا مشكلة لكن راح نستفيد من تجربته. أكيد. راح نعكس التجربة بالعراق وأنت شايف إحنا إحنا إشارة مرور ما نلتزم بها ونوقف عليها إذا الاشارة حمراء نمشي وإذا تصير إشارة خضراء نوقف بالعكس. طبعا علماء الاجتماع وعلماء السياسه يقولون نظره مغايره لما تكلمت به سيد الكريم شلو. اولا استنساخ التجارب لا يكون لان المنظومه العراقيه تختلف جمله وتفصيلا عن المنظومه العربيه الاخرى مثلا او عن العادات والتقاليد في اليابان او في الولايات المتحده الامريكيه او في فرنسا وغير ذلك ولكن مقدار الاستفاده هو ماذا تطوير المنشآت او البنى او الاستثمار او غير ذلك الذي يخدم ماذا المواطن هل تبقى قضية أنه يحترم الإشارة المرور أو غير ذلك هذا له بعد آخر ولكن أنا اليوم حينما أقوم باتفاقات وبروتوكولات هدفه ماذا؟ وجود المصلحة المشتركة أو بتعبير آخر كما يقول علماء السياسة وجود المصلحة المهمة التي ماذا تخدم البلد الذي يريد ماذا إقامة بروتوكول أو غير ذلك ولهذا اليوم العراق أعطى رسائل عديدة منها أنه يشجع الاستثمار على أرضه وفي أرضه ولهذا اليوم نحن ماذا حينما تفاجئنا لا نقول يتفاجئ لكن هو في الاواسط كان هناك كما هو معلوم انه وجود علاقه ووجود لقاء مرتقب لدوله رئيس الوزراء وزياره مرتقبه الى اليابان هذا ليس بعيد اما انه تفاجئنا ام غير ذلك هذا ليس من يعني عفوا اسمح لي هذا مو من شغل العراقي انه يتفاجئ هناك منظومه حاكمه وهناك سلطه تستطيع تقرر ما هو الذي يخدم وما هو الذي لا يخدم وهذه آه الزيارة مثلا دفاع هذا عن رئيس وزراء يعني هو ليس دفاع حد. غير ندري وين يروح وين يجي مو هيك عفوا سيد الكريم سيد الكريم اسمح لي يعني عفوا يعني انا لا اريد ان اقول انه هذا كلام غير تام وغير صحيح طيب طيب. تعرف تعرف باي لحاظ بلحاظ الاعلام خو الاعلام ايضا راح هناك مكتب اعلامي يصدر البيانات ويعطي التصريحات، اما تقول لي مواطن يعلم وما يعلم، لا لعله المواطن مثلا لا يستطيع ماذا؟ ان يدرك ماهيه الزياره او الامور المترتبه على الزياره، ولكن انا اتكلم ببعد تحليلي، لا لا اتكلم ببعد اعتقادي او انتماء اعتقادي او راي خاص، جميل نحن حينما جميل نريد ان نحلل، اسمح لي، اي ظاهره سياسيه بد ان نستخدم الثلاثيه الموجوده في علم السياسه، الماضي والحاضر والمستقبل. كل هذه الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء هي هدفها سواء كان السيد العبادي او غير السيد العبادي سواء الذي الان او الذي ياتي بالمرحله كل هذه الهدف هو ماذا اقامه وتعزيز الاواصر بين العراق والمحيط سواء كان القريب او البعيد ستكون مثمره كلام المتكلم واضح جدا اه. كل هذه الامور والتصريحات واللقاءات والبروتوكولات ولا سيما حتى جنابك حينما تكلمت بالديباجة قلت نحن سوف نغير السائبة إلى ماذا؟ إلى السيارة اليابانية هذا يدل على شيء يدل على أن هناك ماذا؟ استثمار وهناك نقلة واقعية لأننا سنغير السيارة بين قوسين لعل البعض ما راح يقبل السيارة السائبة التي لها لها متانة في عالم السيارات <applause> ليش ما يقبلون يعني؟ عفوا يعني قصد المستثمرين ها المستخنين. بالمناسبة استاذ مقداد يعني اذا تريد انه تجرني الى تصريح فهنا للعلم والاطلاع، ايضا اعلامي واستاذ في علم السياسة <applause> انت استاذنا دكتور لا عفوا عفوا احنا من بعدك لكن لا اه اليوم العراق يتمتع بمكانة رفيعة، مكانة قوية خصوصا بعد انتصاره الاخير في حرب على داعش، جعل من جميع الدول ان تدعمه رغم أن مؤتمر الكويت كان البعض يصفه بالناجح والبعض يصفه بالفاشل لكن شيئا فشيئا هو وفق المعطيات أنه مؤتمر ناجح بعض الشيء لأنه استطاع أن تكون هناك حضور لأكثر من 88 دولة ودعمة العراق وهذا الشيء ما كان في السابق راح نشهد فعلا نهضة قوية عمرانية بناء مستثمرين يدخلون بقوه الى العراق ام هاي السوالف اللي يسولفونها اليوم الوزراء والحكومه دعايه انتخابيه سابقه لاوانها ممكن؟ طبعا كل المواقف وكل الاراء هي محترمه وكل القراءات تدل على الوعي الفكري لكل انسان سواء كان المتكلم او السامع ولهذا حينما يصفون مثلا مؤتمر الكويت البعض يقول ناجح البعض يقول عكس ذلك ولكن انا اقول بكلمه اولا نحن نؤيد وايضا نحتاج الى كل شيء وكل دعم ولا سيما حينما يكون مؤتمر بهذا الشكل حتى لو على يعني اسمح لي وان كان هذا الكلام هو غير واقعي ولا مقبول حتى لو كان على المستوى الاعلامي اليوم العراق يحتاج الدعم أما المناكفات السياسية وفلان النائب والوزير فلان أنا أقول الوزراء لا يعطون تصريح بهذا المسألة إنهم رجال دولة على نحو الإجمال ولكن حينما نسمع وحينما نشاهد فلان أو الدولة الفلانية تقدم يد التعاون ويد المساعدة لا إشكال ولا ضرر ماذا أصافح تلك اليد بل دعني أقولها بكلمة كل الأنظمة السياسية وكل الدول التي مرت ماذا قبلت كل المساعدات ولهذا اليوم لعل البعض لا يقبل حينما يقول العراق هو الذي كان يعطي القضية اختلفت الزمكانية فرضت على العراق كثير من الاعتبارات ولهذا مؤتمر الكويت حتى لو على الجانب الإعلامي حتى لو على غير ذلك هو مؤتمر ناجح والدليل ماذا أعطت آه الشرارة أنه هناك إعمار ولا سيما في المناطق التي حررت من عصابات داعش إضافة إلى نقطة أخرى اليوم المشهد الذي يقرأ به العراق اختلف عن السابق يعني اليوم الدول لا تقرأ انه المشهد العراقي هو مشهد طائفي مثلا يكون لجهة دون جهة اليوم القضية اختلفت جدا ولهذا تجد التقارب وتجد مثلا وفد السعودي مثلا باعتبار انه نحن قريبين قاب قوسين أو سيناء وما الى ذلك للمواقف التي مرت وهناك انشاء ملعب وهناك رفع للحظر وهناك دعم من الكويت وهناك دعم من غير جهات وهناك موقف لا ننسى او نتناسى ما كان في السابق القريب انه موقف الرافض من جميع الدول التي رفضت قضيه الاستفتاء الذي هذا يدل على شيء انما يدل ماذا على ان هناك علاقه واقعيه وهناك جديه في الطرح من قبل ماذا الدول للعراق وايضا هناك ايضا قراءه اخرى اليوم بحسب المعطيات الاوليه وبحسب القراءه الاوليه هناك لا الساحه العراقيه سوف تشهد كثيرا من الامور على كل الاصعده بما فيها يعني بمغيرات ايجابيه سلبيه اكيد ايجابيه لان طيب. والدليل سيد الكريم والدليل دعني اضيف شيئا فضل. انا قلته في كثير من المحافل ولا سيما في وسائل الاعلام حتى الكتل السياسيه التي كانت محتكفه على برنامج او على شخوص او احتكفت على منظومة السياسية اليوم بالوعي وبالانفتاح وبالضغط الجماهيري وحتى الدولي ماذا غيرت المعادلة غيرت حتى الأسماء ولهذا دعني أقول بشيء اليوم ونحن قاب قوسين من المشهد الانتخابي ومن طلائق الصرخة الانتخابية هل تجد هناك شعارا دينيا؟ أنا أسمح لي أن أغير المعادلة أنا أكون المقدم وأنت ضيف تفضل اليوم راح نفتر شباب <تبوه> يفتر هو راح يصير مقدم وانا اصير اي اسمح لي ان اقول فضل انت مراقب نعم ومن الشخصيات الاعلاميه الكبيره ولا الكل يشهد أيه لك بذلك ليس مجامله ولا محاضرة نعم اليوم الشعار الديني موجود في يعني العمليه الانتخابيه الشع لا اليوم الشعار المدني تمدد كذا اسمح لي جاوبني على مقدار نعم موجود ام المو... لا موجود؟ غير موجود غير موجود في السابق القضيه كانت شنو؟ عكسيه جدا الكل استخدم الشعار الطائفي والكل استخدم الرموز الدينية من أجل الوصول أو الحصول على المكاسب انتخابية وغير ذلك اليوم القضية هناك وعي هناك واقع يفرض على الإنسان لا لا هل أدرك السياسيون أن الشعارات أدرك الطائفية والدليل والدليل, والدليل يا سيد الكريم حينما تجد الأحزاب الإسلامية بدون ذكر أسماء فيها العلماني وفيها النبرالي وفيها المحجب وفيها الغير محجب وفيها الفنان وفيها غير ذلك هذا ان على شيء انما يدل على ان الوضع الحاكم والعقلية السياسية قد تغيرت كان في السابق ماذا محتكفين في العقل الايدلوجية السياسية اليوم القضية اختلفت يا سيد الكريم ولهذا تجد الشعار المدني هو الذي حاكم هذا له بعد وله قراءة وله هو تحليل هو المسيطر على الشارع الانتخابي وليس هو الحاكم يعني هو حاكم م لا مو حاكم ممكن ممكن اليوم هو يرفع شعار مدني لكن هو بداخله اسلامي انا التقيت في احد الم المسؤولين كان يتكلم لي بالمدنيه فقلت له انت اسلامي قال نعم انا اسلامي للقشر بالنص وابقى اسلامي لكن هذا شعار مؤقت ممكن ايضا فعلا هي شعارات مؤقته فقط انتخابيه وبعدين يرجعون الى يعني زين يعني باعتبار انا ماخذ هسه دور المقدم ممكن اسال سؤال؟ تفضل منو هذا الشخص حتى نقدر انه نتكلم؟ أو لا ما اقول حتى الجمهور يعرف المجالس امانات المجالس امانات؟ اوكي لا عاد احنا هم راح اقول لك المجالس بالنسبه لي مو امانات، لا يا سيدي الكريم ترى هاي الكلمات انا اعتبرها حاله احتضار لان اليوم الاحزاب الاسلاميه طبعا بالمناسبه هو المتكلم ايضا هو يعني ينتسب الى الاسلام وغير ذلك ولكن اليوم الاحزاب الاسلاميه وعد قضيه مهمه جدا أنه قيادتهم كإسلاميين فشلوا. على كل، يعني عفوا لا أقول على كل الأصعدة، وإن كان على كل الأصعدة، فشلوا لأنهم استخدموا الشعار الإسلامي ولم يقوموا بخدمة المواطن. طيب. المشكلة يعني اليوم المواطن مو هم أنه واحد يأتي بالشعار الإسلامي أو بالشعار المدني، المشكلة اليوم المواطن يريد يعني شيء واحد حفظا للكرامة، هسه حفظ للكرامة أوفر له ماء، كهرباء، غير ذلك، ولهذا اليوم الواقع فرض قضية مهمة جدا. هذا الشخص التقيت به انا اقول انه يحتضر او بتعبير ادق يعيش حاله النرجسيه اليوم الشارع العراقي سيد الاحكام وسيد الواقع يفرض على الجميع ولهذا اليوم اتحدى كل الاحزاب وقال ونحن مقبلين على ساعه تصل انطلاق الحمله الانتخابيه نرفع الشعار دينيا تعرف لويش لانه لا الواقع ولا المجتمع ولا المفوضيه ولا الاراده السياسيه تستخدم الرموز الدينيه يعني المفوضيه ما بيها اسلاميين لا سيد الكريم لا أخواني خو أنت إسلامي لو مو إسلامي أكيد إسلامي كلنا إسلامي واضح المتكلم كل إسلامي كلنا إن ننتمي للإسلام أحسنت ولنا شرف طيب ولكن اليوم حينما أتعامل طبعا بالمناسبة ايه اسمح لي ايه القضية اليوم يعني حتى مع شديد الأسف حتى الذين اليوم يقرؤون المشهد اليوم المشكلة مو بالإسلام المشكلة بال هسه اقول الاسلاميين المتاسلمين بتعبير طيب حينما ارادوا ان يطرحوا الاسلام لم يطرح الاسلام كما كان علي عليه السلام وعمر الخطاب طيب جميل هؤلاء كانوا رجال دولة جميل انا لهذا ردت اسالك قبل ان انتقل الى فاصل انتقل الى فاصل شباب ردت اسالك اقول لك لماذا اصبح مسمى الاسلامي الان مثل السبه لكن خلي انتقل الى فاصل وبعدين ارجع لك بهذا بهذا السؤال أحبة الكرام مستمرين معكم فوق الخط الأحمر مع الدكتور حسين الكاظمي لكن بعد هذا الفاصل فوق الخط الأحمر <applause> مرة أخرى أحبة الكرام مرحبا بكم دكتور حسين الكاظمي مرحبا بك مرة أخرى أه سالتك قبل الفاصل ليش أه يعني اصبح مسمى الاسلامي كانما سبه يعني الان اذا واحد يريد أه يقول له والله انت اسلامي وهسه اليوم اصبحت العلمانيه والمدنيه وما قالت والله واحد دي اليوم كيف هو علماني يعني احنا لو نرجع حتى تعريف العلمانيه وغيرها يعني هذه مشكله كبيره راح ندخل انه بيهاجمونا اليوم أه لكن احنا مجتمع اسلامي يعني شو المشكله اليوم كل ما ها قالوا اسلامي سبا طولنا الدكتور حسين طوماي ماي طول ماي ماكو ما مشكله تمام فالك جواب تفضل دكتور طبعا سؤال لا اقول هو يحمل بين طياتي كثير من المعاني او المغازله او لعل هناك قضيه ولكن لا اقول أنا اترك السؤال لأنه ليس من طبيعة المتكلم أن يترك هكذا أسئلة لأنه أعتبر نقصا في المتكلم ولكن أقول بكلمة صريحة اليوم هناك قضية مهمة جدا لعلها قبل قليل ذكرتها هناك إسلام وهناك إسلاميين الذين اليوم المشكلة يا سيدي الكريم بالإسلاميين بالشخصيات التي حملت الشعارات الإسلامية واليوم حينما هناك عزوف أنا أقول بكلمة صريحة وأتحمل هذه الكلمة أنه الجماهير والشعب حينما يرفض الإسلاميين لهم الحق في ذلك لأن المشكلة الإسلامي هو مترف ويتكلم على قضية أنه لا بد أن الإنسان يكون صابرا محتسبا كما قال وصف في ذلك الدكتور علي الوردي والدكتور علي الشريعة حينما يصف الإسلاميين نحن نريد من الإسلام أن يكون مع الجماهير سواء كان الشيعي أو سواء كان السني ولهذا الشيع الإسلامي مع الشيء للأسف لا أقول الكل هو خان الجماهير والسني خان الجماهير حينما لم يكن في الخيم التي نصبت للنازحين، ولهذا انا اقول اليوم هناك قضيه مهمه جدا، انا على مستوى المتكلم بحثها في الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، هؤلاء لم يكن الشعار مطابقا للسلوك، ولهذا ماذا؟ حينما وصلوا الى السلطه تغيرت المعادله، هذا الشيء، الشيء الثاني والاهم يا سيدي الكريم، هناك غرور سياسي أو بتعبير أدق ثاني علمي في علم النفس السياسي يقول من إفرازات السلطة هو ماذا التمرد والغرور أو بتعبير أدق النرجسية ولهذا اليوم حينما يتكلم فلان وفلان وفلان نسى أو تناسى المواقف السابقة ولهذا اليوم حينما استخدم الشعار الإسلامي حتى إذا أستاذ حسين إذا ينسى السياسي إحنا شنو المشكلة اليوم إنه احنا نذكره نقول له يا عيني انت كنت كذا وكذا شنو المشكله مو تمام لو لا لا القضيه مو قضيه انه مشكله وعد لا اخو لا لابد ماذا ان نستذكر ونعيد بالذاكره لكثير من المواقف ايش جابوا لك ميمو اي اكيد شكرا جزيلا طبعا انا احييك <applause> على المغازله الجميله والله شوف خلنا اقول لك فد قضيه <applause> طيب دعني شوي هم اتكلم باللغه العاميه <applause> شعب الشعب العراقي شعب طيب وخوش ادمي يريد اسلامي، يريد كافر، يريد علماني، هاي الناس تريد واحد يخدمها. لكن عني. مو تعتقد اليوم موضوع العلمانية لي. اصبحت موضة؟ لا لا هي موضة والمدنية موضة لا لا مو اسمح لي لا لا اسمح لي. قبل ما انه انتقل واحلل القضية واجيب الجواب ايه. العلمي. ايه. العراقي يريد يخدم. اوكي. ويريد انه ناس تخدمه. سواء كان مسلم او غير مسلم. احنا اليوم مشكلتنا مو مشكلة انه هذا مسلم ويصلي، شنو فائدة انه يصلي بالمحراب ومو رجل دولة؟ شنو فائدة انه يا اخي محتل خلينا بعد خاف ننزل على التراب ويصير مشكله بس راح اقول لك قضية والله التراب يزين بس طلع لا لا اسمح لي طيب بالمناسبه م. تدري احنا مشكلتنا وين وين مشكلتنا لحتى هذه اللحظه الاسلاميين ما يعيشون ثقافه الدوله حتى خطاباتهم وخطابات دوله لا عشي. ثقافه شنو يعيش بعدهم يعيشون عقليه المعارضه الا الان وهم رجال الدوله الان هسه لا, لا هم اسمح, لي. اسمح للسلطة. لي انا لا اقول الكل الكل لا, لا رجل لا. الدوله هذا التعريف في علم السياسة سواء كان في السلطة أو خارج السلطة هو يمارس ولكن حينما لا يستشعر ولا يتعامل بعقلية الدولة وخطاب الدولة هنا المشكلة اليوم الإسلامي سواء كان ينتسب لكل المذاهب الإسلامية كل المذاهب الإسلامية ماذا تقر وتحترف أنه لابد ماذا أن يكون هناك نظاما عادلا كل المدارس كل الأوراق البحثية حينما تقرأ تجد هذه القضية، ولهذا اسمح لي محسن الحكيم في التاريخ السياسي ينقل هذه القضية، كان ما اعرف احد الشخصيات الحكومية، جاء للسيد الحكيم، قال له احنا نريد منك دعم للحكومة وللدولة، سيد الحكيم سيد محسن الحكيم زعيم الطائفي في وقته، قال له شيعي بهالتعبير هذا، من رئيس الدولة لأصغر وظيفة ظالم من دعمه، قال له سني، هذا كلام دقيق وتصريح دقيق جدا سني من رئيس الدولة لأصغر وظيفة عادل احنا ندعمه ولهذا يعني شنو معناها معناها ما كنا هو شيعي لازم اجيبه على المنصب الفلاني او الكرسي الفلاني هاي يا صديقي يا سيدي الكريم هذه شنو لعبة سياسية فلان وفلان الذين ماذا والله جي منا فلان لانه خوش ادم متدين شنو متدين انا ما اريد انه انا بقبره ولهذا الناس وحتى هم الذين اليوم غيروا المعادلة والقراءة ولو كانت ظاهرا باطنا هم ماذا لأنهم أفلسوا في هذا الحقل فتوجهوا إلى العلمانية إضافة إلى نقطة مهمة جدا طبيعة النفس الإنسانية وحتى التحليل الشخصية الفرد العراقي هو ينتقم حينما يتحول من حالة إلى حالة أخرى يعني ينقد الحالة السابقة ينقد ماذا القيم السابقة ينقد المنظومة السابقة ولهذا حينما يقول مدنية أو يقولون علمانية وأنا أنا يا البعيد تعرف شنو معنى المدنية؟ تعرف شنو معنى العلمانيه؟ يعني علي بن ابي طالب مثلا دعني خلينا نضرب هذا الرمز مثلا علي بن ابي طالب اول من اسس ودعم المعارضه عمر الم... الخليفه الثاني رضوان الله تعالى عليه حينما كان في السلطه ينقل لنا التاريخ انه سنتين ما حد كان يصل الى القضاء تعرف له ايش؟ لانه كان حازم وقوي شنو انه الاشكال والضرر؟ نعم انا اسلامي بس من اكون على السلطه او اكون على الكرسي لا اغير واعطي رسائل اليوم المشكلة يعني هي هاي هم كارثة اليوم حتى الاسلاميين اخواننا واصدقائنا سابقا ولاحقا يمكن اصير نسميهم المدنيين غيروا المعادلة لا 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 هذا ترى مو اسلامي انا مدني يا اخي شنو صارت القضية بهالمستوى يعني انت تتقلب القضية ولهذا انا ما اريد اقول انه كما قال الوردي لا شخصية الفرد العراقي ازدواجي لا المفروض ازدواجية لكن خليني بس اقول لك بصراحة اليوم عندك صديقك اسلامي او او اليوم عندك مقداد اسلامي وبعد فتره شفته قال لك والله انا صرت مدني وانت نزلت بالانتخابات وشلون راح تنظر له بينك وبين نفسك والله احترم كل التقدير والاحترام تعرف ليش لان هاي حريه خاصه وشخصيه حريه لكن انت تدري انه بداخله بقناعته هو باقي اسلامي يعني انما سيد هذا المدنيه قناع سيد مقداد مزيف سيد مقداد يعني انا احب اطرح فد قضيه يا حبذا لو نتناول فد موضوع غير هذه الحلقه أي. على قضيه المفهوم الاسلامي للدوله وللقياده راح اتكلم لك بالتفصيل ترى بالمناسبه الحكومه والمنظومه والقراءه الاسلاميه تؤيد مفهوم الدوله هسه لعل البعض يقول كذا بعض الكذا لا ولهذا اليوم انا اضرب لك مثال ايران مو اسلاميه السعوديه مو اسلاميه بس شوف انه القضيه وين تكون احنا يا سيد الكريم المشكله اليوم احترام مثلا كما قلت احترام اشاره المرور ترى ما يكون ضي اسلامي غير اسلامي اكو اسس واخلاقيات وادبيات ووطنيات الاسلام جاء لكي يعزز ولهذا انا اليوم مع شديد الاسف هذا ايضا هم تعتبر ماذا سبه في كثير من الشخصيات التي تنازلت عن المفهوم، او بتعبير ادق، انا اقول لو كان لديهم انتماء حقيقي، القضيه تختلف، اليوم احنا نحتاج تدري شنو؟ ما نحتاج انه انه رجال يتغنون بالشعارات الدينيه، لا انا احتاج رجال دوله، انا ارددها كثيرا واكتب كثيرا، اقول العراق يحتاج ماذا؟ الى رجال دوله، جميل. سواء كانوا ينتسبون الى الاسلام ام ام لا، ولكن الاسلام يعطي إيجابية كما يقول في علم النفس وعلم التنمية البشرية وحتى في الجانب السياسي دافعية أكثر لأنه ماذا يولد حصان على ماذا أنه الإنسان يكون نزيه غير ذلك المشكلة اليوم جماعتنا وإخواننا عليهم السنهام باسم الدين باقون الحرامية وبعدين من هم يقولوا له علي وياك علي وانت اخوه مو يعني بعد راح اتكلم انت بعد تريدنا ننزل على الترابة اوكي طبعا راح انزل برغبتي مو انت تدري ليش؟ هذا العراقيين طيب طيب هوسوا احد الوزراء زار الكاظميه المقدسه فهو سوله على وياك علي راح لابو حنيفه النعمان ما قالوا له قالوا له ابو حنيفه وياك ابو حنيفه وياك طلعوا مثلا من الوزاره او من كذا وصارت هاي استفهامات لا جماعه علي ولا جماعه حمر ناصروا الرجل او ناصروا فلان ولهذا يعني ترى الدكتور علي الوردي انا أكون يعني كان صادق حينما عبر ولكن ان شاء الله شيئا فشيئا القضية العراقية والشخص العراقي يتحول إلى إيجابي مئة بالمئة وهو أيضا معذور جميل. لأن حروب واقتصاد ودكتاتورية وغير ذلك جميل دكتور الماراثون الانتخابي قادم متمام بلي من تتوقع يتقدم في هذا السباق المدنيين أم الإسلاميين لا أخو إسلاميين بعد ما بقعد بقعد لا لا اسمح لي إسلاميين اسلامي بعد ماكو طيب لا ولي هذا السؤال فيه خطأ عفوا وهذا عيد السؤال حتى يكون الجواب اليوم هناك ماذا هناك قوائم عندنا قائمه رئيس الوزراء وقائمه الحشد والمدنيه وغير ذلك قائمه الحشد تعتبر قائمه اسلاميه مو تمام لا أخوه ما يجاوب قائمة يعني هم بي ايضا بهم شخصيات يعني قائمه نعم نحن نقول قائمه الفتح بتعبير ادق حتى لا نقول الحشد وتكون الفتح القضيه ف... انفتاح اكثر هذه القوائم فيها كثير من الشخصيات يعني الان مثلا قائمه ال... الفتح خو هي ابرز قيادات الحشد الشعبي ولكن ما بها ناس من خارج الحشد خو اكيد، وهذا تحالف وتآلف وغير ذلك وهذا مقبول في كل الدساتير وفي كل المنظومه السياسيه. ولكن من يفرز انا اقول من المعيب ومن الخطأ جدا ان يكون هناك تكهن لكل الظواهر والحوادث العراقيه لان يعني القضيه فيها اختلاف وتقلب من حال الى حال. طيب لا لا يوجد هناك شيء ثابت في الورقه العراقيه. طيب آه اكو حملات كثيره اطلقت للعزوف عن الانتخابات، لا تنتخب لا تروح، آه صوتك رايح راح يسرقون صوتك من هذا القبيل يعني. هل هي يعني ظاهره ايجابيه برايك ام غير ايجابيه ام سلبيه مثلا ام غير صحيحه اطلاقا يعني لانه آه اليوم العزوف على الانتخابات ممكن ان فعلا يذهب صوتك الى الفاسدي بسرقته طبعا عندما لا تذهب طبعا عفوا اولا العزوف عن الانتخابات هي ظاهره سلبيه جدا ولهذا لا اشكاله ولا ضيره انه الكل يشارك لانك اذا لم تشارك ما هو النتيجه المترتبه على ذلك اليوم حينما تريد ان تغير المعادله وتقوم بالاشتراك في قضية تغيير المعادلة السياسية والمعادلة الخدمية وكل الملفات لابد ماذا أن تتقدم خطوة أما هناك الأصوات التي تقول عدم الاشتراك وهناك كما قلت بيع بطاقة الناخب وما ذلك هذه طبيعة صارت بالعراق أنه كل موسم انتخابي وكل ظاهرة تأتي هناك فيها مد وجزر ولكن اليوم الشعب العراقي الذي صبره والذي تحمله لا بد أن يقول كلمة الفصل كلمة الفصل هي المشاركة بالانتخابات ولهذا انت حينما لم تشارك ما هو النتيجه المترتبه؟ سيبقى فلان وفلان، اما اذا شاركت لان الواجب ترى هي القضيه قضيه وطنيه، قضيه اخلاقيه. ولهذا اليوم الوطني يقول لك ماذا؟ شارك، كما استطاع الشارع العراقي ان يغير جبرا او غير ذلك بالمنظومه السياسيه للكتل والاحزاب سيستطيع هذا الشعب الذي وقف جميع أمام هذا الشعب ورافعاً القبعة له بكل المسميات وبكل الحيثيات لأن الشعب العراقي هو شعب يستطيع ماذا أن يغير وأيضاً يستطيع, يستطيع ماذا أن يقلب الطاولة على الجميع بما فيهم ماذا الفاسدين بما فيهم الذين ماذا يدعون الإصلاح ومن بعيدين عن الإصلاح ولهذا اليوم المشاركة في الانتخابات أنا أعتبره واجب بطني وأخلاقي. جميل حتى واجب بطني راح تنتخب واجب ديني راح تنتخب أكيد إسلامي ومدني. لا راح انتخب لا اسلامي ولا مدني قرايبك؟ ولا قرايبي راح انتخب واحد حتى مو من ديانتي ها تعرف ليش؟ ليش؟ لا مو كلمه مهمه طيب لان انا ثقافه الدوله نعم ثقافه فرح الدوله حينما يتحول المسلم وينتخب المسيحي والمسيحي ينتخب الصابئي اذا العراق فيه ماذا؟ دوله الانسان جميل دكتور إذا اقول لك اسمه؟ لا 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 تعتبر مو حملة مو وهاي دعاية انتخابية لا بس تدري شنو ايه لا راح اقول لك بالمناسبة راح انتخب واحد يعني اصلا مو اسلامي من هاي الديانات ومو اه من الاقليات بعد اه تعرف ليش؟ لي ليش؟ لأنه انه راح يخدم العراق جميل فكرة جميلة شكرا دكتور حسين كاظمي المحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا لسعة صدرك ايضا بالعكس الشكر موصول لك سيد الكريم على هذه الحصانه وعلى هذا الابداع وعلى شكرا هذه القراءه شكرا بس شكرا بالمناسبه دعني ايضا هم اتغزل بك <applause> المناسبة الامور انا اردت انه اذكر لانه لابد انه نتكلم بلغه اهلنا ولغه واقعنا اكيد أي طبعا لانه هذا الاسلام الحقيقي شكرا لك شكرا جزيلا سيد الكريم الشكر موصول لكم احبتي على حسن المتابعه في الختام نذكركم نحن من ارض اغرورقت بدمع نهرين ينزفان عند القلب يفترقان ثم يتعانقان عند مرفأ الاوجاع حيث شط العرب، ان شاء الله نلقاكم يوم الاحد باسمكم اشكر الدكتور حسين الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي، نلقاكم الاحد في امان الله. الخط الاحمر